علماء الأمة ومفكروها وقادتها تجمعهم رابطة العالم الإسلامي والتجمع الثقافي الإسلامي تحت سقف واحد، جاءوا من أنحاء العالم الإسلامي، يجمعهم شيء وحيد هو حب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه الوسطي. رابطة العالم الإسلامي تطالب من عاصمة موريتانيا نواكشوط بالاقتباس من نور سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة كانت قمة في الوسطية والاعتدال، نموذجاً حياً للوسطية والاعتدال، لا قولاً يقال بارتجال ولا قولاً عشوائياً يسطر دون وثائق، بل بالبينات والزبر. كان صلى الله عليه وسلم أخلاقاً كريمة تمشي على الأرض. أما التجمع الثقافي الإسلامي فقد دعا لسد الطرق أمام خطاب التطرف والغلو الذي بدأ ينتشر في شباب الأمة الإسلامية. اجتمعنا هنا لنساهم في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال الذي هو هم عظيم تحمله الشعوب الإسلامية في هذا الوقت، حتى لا يبقى منفذ للغلو ولا للتطرف. النشاط المشترك بين رابطة العالم الإسلامي والتجمع الثقافي الإسلامي يستمر 3 أيام متتالية ويشهد عدة ندوات فكرية وعلمية وثقافية. سيرة النبوية منبع زلال، يحاول التجمع الثقافي الإسلامي التروي من معينه لنشر الثقافة الإسلام الوسطي في المجتمعات الإسلامية المختلفة. مختار بابتاح، الإخبارية، نواكشوط.